مرحبا بكم في مدينة دبي الرائعة. توفر دبي كل ما تحتاجون إليه سواء للإقامة أو السياحة أو لمزاولة الأعمال التجارية. تستقبل دبي أكثر من 10 ملايين سائح سنويا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2020. ويفضل المستثمرون من جميع أنحاء العالم استثمار أموالهم في هذه المنطقة الآمنة المعافاة من الضرائب على المستوى المحلي. The First Group شركة عالمية مملوكة لمساهمين بريطانيين، لديها تاريخ حافل بالإنجازات على مدى يزيد عن 20 عاما من الخبرة والنجاح في أسواق العقارات وفي أكثر المناطق جذبا في العالم، وهي في الوقت ذاته تواصل إنشاء الفنادق الفاخرة في دبي. عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات العقارية فإن الموقع هو كل شيء. هذا هو السبب وراء اقتصار شركة The First Group على اختيار المناطق الأكثر ربحاً في دبي. تعد منطقة تيكوم التجارية الحيوية من بين الأماكن الأكثر ازدهاراً وانتعاشاً في دبي، وتحتضن المنطقة 4 مشاريع فندقية لشركة The First Group، وهذه الفنادق تحقق معدلات إشغال يبلغ متوسطها أكثر من 90%. Trip by Wyndham الفندق الأبرز لشركة The First Group في منطقة تيكوم يجري إنشاؤه هنا مباشرة، ولدى افتتاح الفندق ستتولى إدارته مجموعة فنادق ويندهام أكبر شركة تشغيل فنادق في العالم، والتي تضم محفظتها أكثر من 7000 فندق في 66 دولة منتشرة في جميع أنحاء قارات العالم الست. إن اختيار شريك مثل ويندهام يضمن لكم استثماراً مربح. مرسى دبي مطمع السكان المحليين والسائحين على حد سواء، هو أكبر مرسى من صنع الإنسان في العالم. تمتد هذه المنطقة لما يزيد عن 2 ميل، وتشتهر بمناظرها الخلابة وناطحات السحابة الفخمة. ولا عجب في أن هذه المنطقة واحدة من الأماكن الأكثر ربحية في مجال الاستثمارات الفندقية. مرسى دبي هو المكان الذي تقوم فيه شركة The First Group حالياً بتشييد فندق ويندهام دبي مارينا، الذي يترقبه كثيرون والذي بلا شك سيدر لملاكه عائدات كبيرة. إن الاستثمار في سوق العقارات الفندقية في دبي هو البديل الأكثر موثوقية وربحية لتوظيف رأس المال. بادر بتنزيل نسختك من دليل الاستثمار الفندقي الذي أعدته شركة The First Group لمعرفة المزيد عن الاستثمارات الفندقية في دبي.